الإطار لا مشكلة لدي في أن يكون البديل من حزب تقدم. ما يعني وصل لكم رسالة في هذا الأمر؟ الإطار يعني ينظر إلى الشخصية، لا ينظر إلى الحزب بشكل عام، لأن تعرف اليوم الأحزاب في العراق هي ليست أحزاب تنظيمية ذات ثوابت، أحزاب مرتبطة بشخصيات. كثير مرت علينا أحزاب كانت مرتبطة بشخصيات، وعندما ذهبت الشخصيات ذهبت تلك الأحزاب، وقد وصلت إلى حكم البلد أحيانا. فاليوم الأحزاب في العراق ليست أحزاب تنظيمية عقدية بواقع حقيقي، وإنما هي أحزاب مرتبطة بأشخاص. لذلك هذه الأحزاب قد تتغير وتتفلش في أي لحظة وتذهب إلى أدراج الرياح. عندك مداخلة؟ أي والله، أنا حقيقة فقرة تكلم بها السيد الحويت على قضية تعميم قضية التزوير على حزب تقدم. يعني هاي قضية شخصية في الواقع، ولا يمكن وذمة شخصية للشخص اللي يرتكب تزوير أو كذا أو أي شيء آخر، ولا يمكن تعميمها حقيقة على كل أعضاء مجلس النواب وعلى حزب تقدم. هاي قضايا شخصية، ممكن يعني حقيقة شخص يرتكبها بقصد أو بدون قصد، يعني هاي قضايا يعني تحدث عن لا يمكن تعميمها. نعم. أستاذ مشتاق، خليني أسألك عن سيناريو التأجيل. نعم. هل من الممكن أن يؤجل اختيار بديل السيد الحلبوسي لما بعد إجراء الانتخابات المحلية؟ هذا هو الأفضل والأكثر. لأن اليوم هذا رأي تقدم، يعني هو الصراحة اليوم أغلب يعني أنا حتى رأيي الشخصي أنه يتم تأجيلها لما بعد الانتخابات. ليش؟ لأن لربما تستغل انتخابيا، وإن كان حتى إدارة المجلس. من يستغل انتخابيا؟ المرشح الذي قد يأتي ويصبح رئيس مجلس النواب. يعني قد تكون هناك بعض التفاصيل، ولكن هي بقى لها 20 يوم. لا أتوقع أنه يستطيعون بهذه السرعة اختيار رئيس مجلس النواب. يعني الأقرب أنه يكون الاتفاق على البديل بعد إجراء الانتخابات، وخاصة هناك سابقة في إقالة محمود المشهداني عندما تذكر في 2008. نعم. يمكن. نعم. وتم كان بوقتها نائب رئيس المجلس يمكن خالد العطية كان. بقي يدير المجلس لأكثر. نعم. من 3 أشهر أو كذا. وأنا أتوقع أنه سيعود نفس السيناريو، إلا إذا كان هناك يعني دوافع أقوى تدفع باختيار رئيس مجلس. هذا ما راح يعقد الموضوع، التأجيل ما راح يسوي مشاكل في اختيار البديل، يعني ما راح يعمق الصراع الخلاف. أكيد يعني راح تكثر يكثر المتنافسون، ولربما لذلك قلت لك هذه الأسماء قد تحترق وتأتي أسماء جديدة وهكذا. حسب الوقت الذي سيمضي في اختيار رئيس المجلس.